بيكم في المحاضرة التانية من كورس Train the Trainer. في المحاضرة دي إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نجهز محاضرة وإزاي نحضر الماتيريال بتاعتها ونقدمها. نقدمها إن شاء الله في محاضرة تانية، لكن إزاي نعد للحصة بتاعتنا أو للمحاضرة بتاعتنا. والمحاضرة هي القلب بتاع أي كورس، وبالتالي أنت محتاج تعد محاضرة بمحاضرة علشان تقدمها. فمن ده إحنا بنتكلم في المحاضرات. وأفكركم تاني don't learn teach. في المحاضرة بتاعتنا دي إن شاء الله هنتكلم على إزاي تعد محاضرة وإزاي تقيمها بسرعة. عملية التقييم هنقضي فيها محاضرة كاملة بعد كده إن شاء الله، بس هنتكلم عن بعض المقومات السريعة في المحاضرة دي. وأخيرا في المحاضرة دي هنتكلم على إزاي تجمع ماتيريال، ويمكن هتتخصص لها يعني مش هقول محاضرة مستقلة إنما هي تابعة للمحاضرة دي، لكن هتبقى فيها ماتيريال كتيرة كما لو كانت محاضرة مستقلة. عايز قبل ما نبتدي محاضرتنا عايزك توقف الفيديو أو توقف المحاضرات وتحاول تعمل اكتيفيتي بنفسك، ان انت هات حتة ورقة وتخيل ان انت هتديني محاضرة لمدة 30 دقيقة، يعني هتكلم معايا نص ساعة في موضوع ما. حط للمحاضرة دي هدف. احنا هنتكلم عن التفاصيل دي ما تقلقش، انا بطلب منك دلوقتي انك تعمل الكلام ده قبل ما تتعلم تعمله ازاي، علشان تشوف الفرق ما بين اللي انت بتعمله لوحدك وما بين اللي احنا هنتكلم عليه. هتلاقي نفسك في حاجات بتعملها كويس وفي حاجات تانية نسيتها او مش واخد بالك منها. حط هدف للمحاضرة بتاعتك دي، كفاية هدف واحد، ممكن يكونوا اكتر من واحد بس واحد كفاية. وبعدين ايه اللي انا هحتاج اعرفه قبل ما اجيلك علشان تقول لي الكلمتين اللي انت عايز تقولهم. انا لازم يكون عندي معلومات ما، ولا مفيش معلومات خالص، ولا ايه بالظبط؟ وبعدين ليه انا هستفيد من ايه؟ الفايدة اللي هتعود عليا ليه؟ انا اعوز اسمعك برضو، ده من ضمن الحاجات اللي انت محتاج تعرفها او من الاسئلة اللي انت محتاج تجاوب عليها. بعدين انت هتقول لي ايه عن الموضوع ده، ايه الحاجات اللي هتكلمني عنها بقى علشان تاخدني من اللي انا اعرفه للي انت عايزني اعرفه. وبعدين في الاخر طيب هتقول لي عليها ازاي؟ يا ترى هتديني محاضرة ولا فيديو، ولا هتسمعني حاجة، ولا هتديني حاجة اقراها، ولا 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 ولا. يبقى ازاي انا هعرف المعلومات اللي انت عايزني اعرفها دي؟ واخيرا هتعرف منين اذا كنت انا اتعلمته ولا لا؟ انت تقدر تقيم الكلام اللي انت عملته، تقيم المحاضرة اللي انت عملتها دي اذا كنت انا استفدت بيها ولا لا. فرض الكلام ده تحاول تعمله في حوالي 10 دقايق، وبعد ما تخلصه ارجع وكمل الفيديو اللي بعد ده اللي هنتكلم فيه بقى فعلا عن كل حاجة من الحاجات اللي انت عملتها دي المفروض تتعمل ازاي. فخلص واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله.